لإضاءة أكبر حول الموضوع معنا في الاستوديو الدكتور موسى عبد اللاوي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومنسق مجموعة الجزائر بالاتحاد. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، أولا أشكرك على هذه الدعوة، وثانيا أحييك وأحيي جميع مشاهدي قناة الدولية 24. شكرا جزيلا. بداية دكتور، ضعنا في صورة آخر مستجدات استقالة المغربي أحمد الريسوني من على رأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تفضل. بعد الفجر مباشرة أرسل لي أحد الدكاترة وهو منضوي تحت الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، جزائري يدرس بجامعة بقطر، أرسل لي البيان على أن دكتور الريسوني قدم استقالته، فبدأت الاتصالات بين الأعضاء، لأن هذه الاستقالة لحد الساعة لا تعتبر نافذة إلا بعد اجتماع الأمناء وقبولها أو رفضها. هذا بالنسبة للبيان الذي صدر هذه الصبيحة. لم البيان لا يعد يعني نافذ ومقبول إلا بعد أن تقبله الأمانة العامة وتوافق على استقالته، وكل أعضاء الاتحاد كانوا ينتظرون هذه الاستقالة. طيب، لأن ضغط الجزائريين كبير جدا. طيب دكتور عبد اللاوي، أي دلالات ربما تحملها استقالة الريسوني بعد تصريحاته المستفزة المسيئة للجزائر وموريتانيا؟ الدلالة الأولى أن علماء الجزائر لأول مرة يعني يتفقوا على قضية مثل هذه، جميع المشايخ والعلماء والدعاة ورؤساء الزوايا، كل الجزائريين اتفقوا هذه المرة على أن الريسوني سقط سقطة مدوية، أصبح ليس بعالم مقاصد وإنما بعالم مفاسد والعياذ بالله. ثم تصلبه لعدم الاعتذار هذا حرك حتى بعض علماء الدول الإسلامية الأخرى، لأن كنا في اتصال نحن الأعضاء منذ اللحظة الأولى التي أصدر فيها هذه السقطة، وأعضاء الاتحاد من الجزائر في اتصال وفي اجتماعات يعني دورية للضغط أكثر على الريسوني ليستقيل. والاتحاد في حد ذاته رفض أي تقسيم أي تشتيت لكيان الاتحاد. طبعا هو الاتحاد عندما نقول اتحاد الأمانة العامة، نعم طبعا الأمانة العامة اجتمعت كم مرة وأصدرت بيان لم يرضينا، لأنه ترى بأنه تصريح شخصي يعود له، لكن هو عنوان رئيس الاتحاد يحمل يعني في طياته الكثير. والأمين العام للاتحاد علي قرداغي تبرأ بعدها بعد تصريحات الريسوني من تصريحاته تماما. نعم، هو قال هذا لا يمثل، هذا التصريح لا يمثل، نعم إلا الريسوني. نعم، لكن الريسوني تحدث في هذه القناة باسم رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، ثم لم يريد، كل مرة ننتظر اعتذار وإذا به يزيد الأزمة أزمات ويزيد الطين بلة ويستفز أكثر. يعني هنا تحرك حتى بعض علماء مثل موريتانيا، مثل بعض علماء مصر، بعض علماء العراق تحركوا وأرادوا منه أن يقدم استقالته، وهذا ما تم بالفعل. ثم هناك أطراف أخرى حتى ليست من الاتحاد، هناك مشايخ وعلماء تحدثنا معهم، مثل بعض علماء السعودية أيضا تحدثنا معهم في هذه القضية كزملاء، نعم قالوا هذه سقطة لابد أن نعم يعتذر على الأقل. دكتور عبد اللاوي، بعد تقديم الريسوني لاستقالته في انتظار قبولها لتصبح نافذة، ما ملامح مستقبل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعد هذه السقطة، سقطة الريسوني واستقالته من رئاسة هذا الاتحاد؟ دعني أقول لك بأن الاتحاد زلزل هذه المرة، زلزل فعلا، والآن يبحثون عن شخصية جامعة. نحن في اتصال كما قلت لك مع كثير من الأمناء، وخاصة العلامة القرداغي لأنه يمثل الأمانة العامة، هو الأمين العام، وأقول لك ليس بسر في الاجتماع الذي انتخب فيه الريسوني كان من المقترحين الشيخ القرداغي، بدليل أنه أتى بحوالي 300 عضو في الاتحاد، نحن أقل عدد في الاتحاد، ثم باقي الدول كلها 100-120 ما عدا العراقيين كانوا حوالي 300 يعني. نعم، لاحظنا من خلال هذا العدد بأنه يريد الرئاسة. نحن نرى بأن الشيخ قرداغي أولى من غيره، لأنه أولا يحب الجزائر، وثانيا
مع هذه الأزمة سار معنا كثيرا وأخذ موقف. يعني الدكتور موسى عبد اللاوي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومنسق مجموعة الجزائر بالاتحاد، شكرا جزيلا على حضورك وعلى كل هذه التوضيحات.